خطف الأضواء وأعاد اكتشاف محاربي الصحراء. المزيد في التقرير التالي. هل تحتمل الدموع أن تخفى لمن غاب عنه الكلام وكان متحدثا بالبكاء فقط؟ بغداد كان على رصيف الانتظار، بل بمخيلته بقي داخل الملعب مخفيا وجهه خجلا من قادم لم يكن. الصمت اختصر المسافة بين تجفيف الدموع وإعلان الفرح الذي لم يتراجع في لحظة انكسار رممتها دموع التأهل الحارة. بتأهلهم الشاق أعاد الجزائريون التعريف بأنفسهم وباستفاضة. سابقا كان المنتخب الجزائري يخسر في كل وداع كروي جزءا من روح المحاربين. قدم بالماضي، مد يده لبناء جسر قطيعة كانت التفاصيل الصغيرة فيه جزءا محمودا مبحوثا عنه. فحتى عند كل فشل ظرفي لم يبلغ تحذيره سقفا يجر نحو الارتباك، بل كان المبدأ قم بالمحاولة وأنا أحمي ظهرك. بالماضي حاضرا كان يهمس في أذن كل محارب: ستحرز، ستنجح، ولن يعطلك شيء. السبعون تشابه المئة، إذا كان الأداء يحمل روحا يحمل نصرا. بالماضي حاضرا أرغم الجميع على النظر إلى أعلى من دون أي التفات للهزيمة ومشتقاتها. بالماضي أسر للاعبيه أن تحقيق ذلك يتطلب عمرا كرويا تعيشه بندية أهل الكرة وناسها. كل لاعب معه كان من أصحاب الوثبة الطويلة لمن عادوا إلى الخلف خطوة وقفزوا بنجاح. قيل عن محارب الصحراء إن إعادة التأهيل تكرست بمظاهر أزالت الفوارق بين الأساس وبديله، وبمشاهد لم ينعزل فيها الاحتياطي عن صاحب القميص المبتل. قيل أيضا محارب الصحراء ملكيتهم للقميص علمتهم كيف يجهضون أحلام منافسيهم. ما قاموا به كان أشبه ببث تجريبي لصورة بطل بعد تجاوزه لفضاء المنتخب المشارك. الآن صورة المتوج في تراكم. هذا وأكمل المنتخب التونسي عقد المنتخب